تعالوا نشوف بقى اضحك الصورة تطلع حلوة. ده تقرير بس، ده طبعا فيلم عمنا وحيد حامد اللي هو صاحبي وصديقي، رغم أنف أي حد بيحاول يلعب في كده ويعمل كده، اعمل زي ما أنت عايز، إنما وحيد حامد شرفني بهذه الصداقة. اضحك الصورة تطلع حلوة. وطبعا يعني الغالي أحمد زكي، وطبعا سناء جميل وليلى علوي وشريف عرفة ومنى زكي وجيش من الفنانين في اضحك الصورة تطلع حلوة. مصطفى الشرشابي، مصور فوتوغرافي. انا عندي 64 سنة، انا بصور من وانا عندي 9 سنين. بدايتي مع التصوير كانت لما كان عندي 9 سنين، والدي كان بيصور وهو اداني الكاميرا الكودك بتاعته، اللي هي كاميرا اللي هي الكاميرا البوكس دي، كان بيستعمل افلام اللي هي الميديم فورمات. وده من هنا كان بداية حبي للتصوير الفوتوغرافي او بداية علاقتي بيه، والعلاقة استمرت لحد النهاردة. انا رصدت في الشارع ظاهرة انا سميتها ظاهرة العداء للفوتوغرافيا، ان الناس دايما في بتبقى عدوانية شوية مع الناس اللي ماسكة في ايديها كاميرا. فانا حاولت ان انا الاقي حلول للمشاكل اللي بتحصل للمصورين مع الناس في الشارع، ولقيت الحل في كلمة واحدة اللي هي التواصل. طبعا الناس لما انت بتتواصل معاهم وبتصورهم وبتديهم الصور بتاعتهم، هم بيبقوا مبسوطين وبيعمل لهم نوع من السعادة. يعني انا اتذكر في واحد من الناس اللي هم في البازارات اللي موجودة في شارع المعز، واحد راجل عجوز، ففي مرة صورناه، وبعدين لما رحت له بعد كده وديت الصورة بتاعته، بص في الصورة بقى مبسوط وقعد يعيط. يعني بيقول يا انا حتى انا ما كنتش متخيل ان انا عجزت بقيت بالشكل ده. يعني الفوتوغرافيا بتاعتي انا بهتم باني ارصد او اسجل بالكاميرا، اسجل حالة، اسجل مشاعر الناس. وانا زي ما قلت انه احنا لما بنصور الناس في اول الامر ما يكونش العلاقة وطيدة بيننا وبينهم، لكن كل ما بنروح لهم مرة واثنين وثلاثة وبنقرب منهم بتبقى العلاقة اكثر حميمية. انا بطبيعتي انسان حساس، فانا طبعا بنفعل للمشاكل اللي الناس بتعيشها. لو انسان مهموم او عنده مشكلة وانت بتصوره، لازم ده هيبقى الهم، هيبقى التعبيرات وشه ده باين عليها. يعني ده يعني ملامح وشه هتعكس الحالة اللي هو فيها. انت مش هتقدر تخرجه من حالة الحزن او الكآبة اللي هو فيها بمجرد ان انت تصوره صورة. بس برضو انت لما بتصوره صورة في اي حالة من الحالات دي، نوع من التعاطف معاه، النوع من المشاركة الوجدانية. الله الله الله، صديقنا المصور ده لازم يكون زميلنا هنا في البرنامج، لازم، لأنه بيعمل اللي احنا بنعمله. هو بيلقط الصورة بإحساسه وبالحالة اللي هو شايفها، واحنا بنتكلم مع، شوف هو هنا راجل ما بيتاجرش بصورة على حاجة، وبيصور بيعمل سوق لوحة مش بس فنية، بيعمل لوحة فيها كلام. أصل مش الصور مش مجرد فوتوغرافيا، يعني صورة بطاقة، لا، الصور تتكلم، وتتكلم طويلا، واللوح تقعد فيها تبص لها بالساعات، وكل مرة تبص ممكن تكتشف معنى جديد، وده نفسه في الصورة على فكرة. فأرجو أن يكون زميلنا دوت ينضم لينا في النهار بصور دايما نعرضها له، يبقى شيء كويس جدا. عايز اقول لكم ان احنا كنا فكرنا امبارح، قلت على كذا حاجة نفكر فيها، النهاردة بقول قول له في وشه ولا تغشه، ده مثل نعمله حلقة، شوفوا اذا كنتوا تحبوا قولوا لنا، قول له في وشه ولا تغشه. بس طبعا مش صاحبك، يعني لما يبقى فيه كلام نقول قالوا جمل طلع النخلة. طب يا سيدي احنا مش هنكذبك، ادي الجمل وادي النخله، ما تسرحش بيا. قالوا الجمل طلع النخله، انا موافق طلع النخله. طيب يا سيدي فين الجمل؟ اهو. طب فين النخله؟ اهي. وريني بقى هيطلع ازاي. اللي يربط
في رقبته في رقبه اللي يربط في رقبته حبل في رقبته رقبته اللي يربط في رقبته حبل ألف من يسحبه. اللي يربط في رقبته حبل ألف من يسحبه. إذا كنتوا تحبوا نشتغل في الحاجات دي يعني قولوا لنا أفكاركم ونتعاون مع بعض. انطلق يا سيد جمعة.